وبعض المرات الاراء ديالك كتجر عليك بزاف ديال الانتقادات بعض الاحيان، بعض الاحيان كيكون فيها الجدل، بعض الاحيان كيكون كلام حطيتيه كيخلي واحد الصدى كبير. وهنا غنتكلم لك على واحد انتقاد كنتي وجهتيه الخراز. كنتي درتي واحد انتقاد لاذع، شنو السبب اللي خلاك تخرجي بهذاك التصريح؟ اولا ترسل لي هذاك داك المقطع من الفيديو، حيت انا ما تنشوفش، انا ما تنتبعش الفيديوهات ديال هذاك تماك داك السيد المحترم، ما تنتبعش الصراحه. مشيت شفت شنو تيدير، لقيت بانه مزيان، شخص زعما مزيان معتدل، تيحكي حكايات ديال من اليومي ديالو بشكل مختلف، ولكن هذاك الفيديو لم يكن موفقا فيه، لم يكن موفقا فيه، كان واحد التعنيف، واحد القباحه، واحد التجريح، ما زوينش ولو على سبيل المزاح، ولو على سبيل المزاح. راه كاين واحد الشعره رقيقه رشيد بين النكته وبين الشتيمه، يعني انا اللي نقدر نقول هو انه لم يكن موفق في هذيك، ما كانش مزيان، ما كانش مزيان هذيك الخرجه.